بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات النصيبة تتواجد في المركز الثالث، تعود ملكية لسيف بن مظفر بن محمد العامري. أما المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام هذه المجهولة أو هملولة، وصلت وخذت المركز الرابع لعبد الله بن مبارك بن عية الشامسي من تتواجد وتحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس وصول من هملولة تعود ملكيته كذلك لسعيد بن ناصر بن زيرة المري، كذلك من أحد الأسامي المشاركة والمرشحة بقوة لنيل هذا الفوز. المركز السادس وصلت الطيارة تعود ملكيته لن هيام بن حمد بن هيام بن سالم بن ركاض العام أو بن هيان العامري، هو من يصل الآن ويحتل المركز السادس في هذه الأثناء مع وجود الطيارة. المركز السابع سلهودة لراشد بن خميس بن كراز السبوسي يأتينا ويحتل المركز السابع، بينما المركز الثامن يتواجد فيه سعيد بن محمد بن حسين الخاطري ليقدم غزلان على المركز الثامن. والمركز التاسع شعار بن حضيرم يتدخل مع الشاهينية والملكية البحياب مطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي. أما المركز العاشر في هذه اللحظات تقدمت من خلال هذا المسار وهذا التحدي زعفرانة لعبد الله بن حمد بن نصرة العامري. هكذا هي النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء، انطلاقة هذا الشوط وتحدي هذا الشوط، هذه الأسماء المنطلقة، هذه الأسماء التي تسير وتتحدى وتتواجد في لقاء مميز جميل في هذا الصباح الجميل. استعدادات مبكرة لنيل الفوز والناموس والانتصار، ولكن مجريات الشوط والتحديات وسرعته الهائلة تفضي مشاهدينا الكرام لوجود الغربية على هذه المقدمة على صدارة الشوط، تقتحم البداية تقتحم المراكز الأولى هذه الغربية. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الآن من أبعدت المسار وسارت بالتحدي والانتصار في المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله. مثل ما بدأت الغربية في أول الأشواط الصباحية تعود من جديد هذه الأسماء لتشارك القمم في أيام الحول أيام الكبار. أما المركز الثاني مشهورة متواجدة في المركز الثاني تعود ملكية مشهورة سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي ليقدم مشهور على المركز الثاني. والمركز الثالث وصلت هملولة، هملولة واصلة واحتلت المركز الثالث، وهنا سعيد بن ناصر بن محمد الفزيرة المري هو الآن من يقدم هملولة على هذا الموقع على هذا المركز على هذا المكان، مكان حساس ومكان انطلاقة هذه الحول. المحليات الأصائل في تجاذب أطراف الحديد في تجاذب أطراف موس. أما المركز الخامس الطيار الرابع هملولة عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي هو الآن من يتواجد وينطلق إلى المركز الرابع، بينما الطيارة في المركز الخامس الطيارة تعود ملكية الهيان بن حمد بن هيان العامري في المركز الخامس. هذه الأسماء المنطلقة، هذه الأسماء المتحركة، هذه الأسماء الفائزة، هذه الأسماء الذي سارت حتى الآن بناموس هذا الشوط بقوة اندفاع وخبرتها الطويلة في ميادين السباقات. المركز السادس نعود لراعي صوغة، نعود للعملاق العيناوي ونشاهد الآن النصيبة سيب بن مظفر بن محمد العامري وصل وخذ المركز السادس، بينما المركز السابع وصلت الآن سلهودة، سلهودة مشاهدين الكرام وهنا راشد بن خميس بن كراز السبوسي يصل بسلهودة إلى المركز السابع، بينما بن نصرة بدأ يتقدم عبد الله بن حمد بن نصرة العامري وصل في هذه اللحظات مع وجود زعفرانة في المركز الثامن. والمركز التاسع غزلان وابن حسين متواجد سعيد بن محمد بن حسين الخاطري. والمركز العاشر هناك العنود 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 لراشد بن علي بن سعيد بن سلعان المري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أسماء منطلقة، أسماء تسير، أسماء لاحقة، أسماء يعني مشكلة في هذا الشوط، في هذا الشوط قوس الناموس تحدي الناموس، لكن المشاركة الأولى لا زالت مشهورة.
هي المسيطرة حتى الآن. حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، يا من تتابع هذا النقل الحي والمباشر، يا من تتابع سباقات اللجنة العربية الأصيلة من العراقة والأصالة من الوثبة عاصمة الميادين، ختام 2013 الذي حكت الروايات والقصص الخيالية عن هذا المهرجان الكبير. أعود إلى صدارة الشوط والمركز الأول، لا زالت مشهورة باحثة عن شهرة باحثة عن تحدي، وهنا سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي هو الآن المسيطر، هو الآن الخاطف المركز الأول، خاطف الناموس والتحدي في هذه اللحظات الصباحية. المركز الثاني محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وبلا شك الغربية متواجدة في هذا الموقع هذا المكان. المركز الثالث هملولة واصلة، هملولة وسعيد بن ناصر بالفزير المري هو الآن من يقدم هملولة. في المركز الثالث بينما الرابع هملولة عبد الله بن مبارك بن عيا الشامسي وصل وخذ المركز الرابع، والمركز الخامس الطيارة نهيان بن حمد بن هيان العامري، والمركز السادس زعفرانة تعود ملكيته عبد الله بن حمد بن عبد الله بن حمد بن نصر العامري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام، وصلنا وين؟ إلى الكيلو الأخير، إلى الكيلو الأخير، ولا زالت مشهورة مسيطرة، لا زالت مشهورة مسيطرة، تسير بقوة، تسير بتحدي، ونشوف مشهورة مسيطرة. وين مشهورة؟ لا زالت على المركز الأول، تأخذ دورة ومسيطرة هناك. الله يا الصدارة، الله يا مشهورة، الله يا مشهورة، لا زالت مسيطرة على المركز الأول. مشهورة سعيد بن عبيد المزروعي في المركز الأول، وهملولة في المركز الثاني، عبد الله بن مبارك بن عيا الشامسي مع وجود هملولة في المركز الثاني، والفزيرة في المركز الثالث مع هملولة، ولكن مشهورة مسيطرة وهملولة لا زالت ومشهورة في المقدمة. سعيد بن عبيد المزروعي، الله يا المزروعي، أهالي الوثبة 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 عند المزروعي في الوثبة في صدارة هذا الشوط في تحدي هذا الشوط. المزروعي بالفعل سعيد بن عبيد المزروعي من قدم مشاهدينا الكرام بو محمد هنا مشهورة في هذا اللقاء وفي هذا التحدي لتهدي الفوز والناموس لمالكها مع وجودها على خط البداية وعلى خط المركز الأول وعلى خط الناموس. تهانينا. المركز الثاني هملولة عبد الله بن مبارك بن عيا الشامسي، المركز الثالث هملولة لسعيد بن ناصر الفزيرة المري، المركز الرابع الطيارة هيان بن حمد بن هيان العامري، خامس الزعفران لعبد الله بن حمد بن نصر العامري. مشاهدينا الكرام من وصل واحتل للمركز الخامس في نجاح هذا الشوط. هكذا أيها الحفل الكريم كانت النتيجة الحاضرة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، ولكن عودة إلى لحظات البداية وعودة إلى لحظات الخط الزمني ولحظات وصول مشهورة ومن تابعها من خلال هذه الهجنة الأصائل التي سارت بتحركات 9:23.7 من الثانية، التوقيت الأفضل والأجمل في انطلاقة هذا الصباح حتى الآن. تهانينا سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. بينما المركز الثاني وصلت هملولة ب 9:26.2، تهانينا لعبد الله بن مبارك بن عيا الشامسي على فوز هملولة بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث اللي وصلت هملولة كذلك سعيد بن ناصر بالفزير المري ب 9:26.7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين مشاهدين الكرام والحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد من هنا من هذا الموقع الرياضي من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، وعبر انطلاقة موفقة انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين.